تعالى من هذه الحيثية، يعني من حيث خروجه السعالة لسك سيب من فرنسي. وقال السهيلي: في روضة الأنف والغول التي تتراءى بالليل، والسعالة ما تراءى بالنهار من الجن. وقال ابن كثير في التفسير: الغول في اللغة العرب الجان إذا تبدي في الليل. وقال القزويني في عجائب المخلوقات: والسعالة هي نوع من المتشيطنات مغايرة للغول، ومنهم من قال السعالة أخبث الغيلان. قال ابن حجر: إن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن هم السحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا. يعني سحرة الجن هم الذين يستطيعون أن يتحولوا عن خلقتهم. قال المناوي: الغيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم. قال المازيري عن الجن: ومنهم الغيلان والسعالة، وطبعهم الفاسد في الأرض، يخوفون النساء والصبيان، ويطعنون في خواصرهم وأصلابهم، وينجسون المياه، ويفسدون الأطعمة بأنواع المفاسد، ويتأذى من شارب منه وأكل بقضاء الله تعالى وقدره. وقال القرطبي: وقد ادعى كثير من العرب رؤية الشيطان الشياطين والغيلان. وقال القزويني: رأى الغول جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب حين سافر إلى الشام قبل الإسلام فضربها بالسيف. وقال المسعودي: وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شاهد ذلك في بعض أسفاره إلى الشام، وأن الغول كانت تتغول له وأنه ضربها بالسيف، وذلك قبل ظهور الإسلام، وهذا مشهور عندهم في أخبارهم المروجة مروج الذهب. هذا الكتاب اسمه في مروج الذهب. وقال ابن حجر: أن الجن أصناف، فخالصهم ريح، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتولدون، وجنس منهم السعالة والغول والقطرب كما قلنا هو لولوغارو، الرجل المستأذب، والله أعلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل المستأذب عن الكلاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لعن شياطين الجن فمسخهم دواب في الأرض. فهي هذه الكلاب السود وهي الجن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الكلب الأسود لأنه شيطان. وروى سماك بن حرب عن بشر بن قحيث عن ابن عباس قال: إن الكلاب من الجن، وهي من ضعفاء الجن. وهناك قبائل بني كلبون حسب الروايات التي تسرد عن هذه الأمم بني كلبون. وقيل عن أمة رؤوس الكلاب، وقد رواه نعيم بن حماد الماروزي في كتاب الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأجوج ومأجوج 24 أمة، وذكر منهم أمة رؤوس الكلاب. سبحان الله، وهذا ليس تخريف، هذه حقيقة. وقد ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من دخل مصر من الصحابة، حديث طويل، ويذكر فيه ويقول: فلما وصل ذو القرنين إلى أمة رؤوس الكلاب تقاتل يأجوج ومأجوج، أي هم موجودون، هذه الأمة من أمة رؤوس الكلاب، ومنهم رؤوس الذئاب ورؤوس الثعالب، والله أعلم. سعالة من هذه الحيثية، يعني من حيث خروجه السعالة لسك سيب من فرنسي. وقال السهيلي: في روضة الأنف والغول التي تتراءى بالليل، والسعالة ما تراءى بالنهار من الجن. وقال ابن كثير في التفسير: الغول في اللغة العرب الجان إذا تبدي في الليل. وقال القزويني في عجائب المخلوقات: والسعالة هي نوع من المتشيطنات مغايرة للغول، ومنهم من قال السعالة أخبث الغيلان. قال ابن حجر: إن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن
هم السحرة، هم